إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو استكمال للدرس السابق المتعلق بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه مستو على العرش فوق السماء السابعة. وقد ناقش المؤلف عليه رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة الفتوى الحموية الكبرى، ناقش الشبه التي ذكرها أصحابها وحرفوا بها الكلمة عن مواضعه. ولهذا بعد أن ذكر طرف من الأدلة على علو الله عز وجل، ذكر الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. صفحة 52 عشان يتصل الكلام. نعم. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، هذا الشاهد، إذا رفع إليه يديه، فإن العبد لما يرفع يديه إلى السماء فهو يرفعها إلى الله، قال رفع إليه يديه، فهذا دلالة على أن الله في العلو. يستحي الله عز وجل أن يردهما صفرا. وذكر أيضا الحديث الذي فيه الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، جاء في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وهذا واضح الدلالة أن هذا الداعي رفع يديه إلى الله ويناديه ويقول يا رب يا رب. قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، يعني من الأدلة العظيمة الدالة على علو الله عز وجل وأنه في العلو. قال: مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، يعني أن أدلة علو الله عز وجل بلغت حد التواتر اللفظي والمعنوي التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى في أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. يعني يبين أن الذين ينكرون هذه الفطرة وأن الله في جهة العلو أنهم اجتالتهم الشياطين عن فطرتهم.
ثم بعد أن ذكر ما ذكر من الأدلة قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو مئين أو ألوفا، يعني أيضا من أقوال السلف الذين تعلموا على يد الرسول من الصحابة ما لو جمع لبلغ ألوفا، ولا شك أنهم تعلموا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن هؤلاء حرف واحد يخالف ذلك، لا نصاً ولا ظاهراً. يعني أن الصحابة والتابعون وأتباع التابعين أجمعوا على هذه العقيدة ولم يخالف في ذلك شخصاً واحداً، ولا شخص خالف في ذلك، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء. وهل يوجد من يقول ذلك والعياذ بالله؟ نعم يوجد، وهو ناقشهم في هذا الكتاب، فليس منهم أحد يقول إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. هذه كلها أقوال ذكرها أهل البدع من المتأثرين بالفلاسفة وأهل الكلام. قال أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج، يعني فيهم والعياذ بالله من بلغ به الحال إلى أن يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لأنه بزعمه إذا قال داخل العالم شبهه بالمخلوقات، وإذا قال ولا خارجه شبهه بالممتنعات، فلذلك ينفي الأمرين ويظن أن هذا أسلم له والعياذ بالله. قال: ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. كيف يصير لا متصل ولا منفصل؟ ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. قال: فقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. فهؤلاء الذين يقولون لا تجوز الإشارة إليه يعترضون على من؟ يعترضون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حضره أكثر من 100,000، وهو يشير بإصبعه إلى السماء وينكبها عليهم ويقول: اللهم فاشهد. فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصاً أو ظاهراً، يعني كيف يكون الصواب ما يقولونه المخالف لهذا الإجماع العظيم؟
قال: فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ يعني إذا كان الحق مع هؤلاء المنكرين فكيف الرسول والصحابة كلهم يتكلمون دائما بخلاف الحق؟ هذا لا يمكن، ولا يمكن يتصور أبدا. الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، يعني ولا يبوحون ولو مرة واحدة أن كلامنا خلاف الحق وأن الحق هو النفي، ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراً حتى جاء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة. هو هنا يعني يبين أن هؤلاء أصحاب العقيدة المنحرفة أنهم أخذوا هذا من الفلاسفة ومن الفرس ومن اليهود ومن الصابية، كما سيأتي معنا أنه ذكر سنداً متصلاً لمقالة التعطيل، أن هذه المقالة أصلها مأخوذ من اليهود ومن الفلاسفة ومن غيرهم. فيقول: هل ممكن أن يكون الحق مع هؤلاء النافون لهذا الإجماع العظيم الذي انعقد بإثبات الصفات؟ هل ممكن أن يكون الحق معهم؟ ثم يبين أن هذا لا يمكن البتة. ثم قال: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، لأنهم هم تقول أنتم من أين أتيتم بهذا الكلام، هذا العقيدة؟ يقولون عقولنا. فمعنى ذلك أنه لا الرسول يدل على ذلك ولا الكتاب ولا السنة، وإنما على عقولهم، ومن أرجعهم إليها ما به أحد. قال: وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع. على هذا التقدير، يعني لو كان ليس في الكتاب ولا في قول الرسول هدى، فلو ترك الناس بغير كتاب لكان أنفع لهم، إذا كان المرجع إلى هذه العقول التي يقولون أن عقولنا تثبت وتنفي. قال: بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً، ما هو بس أنفع، ضرر محض، لأنهم يحتاجون إلى أن يجتهدوا في تأويلها. في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتوه مستحقاً له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. إذن هم لا يرون الهداية عن طريق الكتاب والسنة والرسول، وإنما عن طريق العقول، ثم
ماذا يفعلون بالكتاب والسنة؟ قالوا إما حرفوها يعني أولوها، وإما توقفوا لا تثبتون شيئا، وما نفات قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا كثيرا من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا. يعني يقصد أنكم إذا كانت هذه العقول وهي مختلفة ارجعوا إليها عند التنازع، مع أن الله عز وجل أمرهم أن يرجعون عند التنازع في شيء من الدين إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثركم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا تأخذوا الهدي منه. لأنهم لما يناقشون ويقول إذا كان الهدى ليس في الكتاب والسنة فلماذا ذكره الله في هذا الكتاب المنزل علينا؟ قالوا هذا امتحان لعقولنا، نزله الله امتحان لعقولنا لنجتهد فيه، هكذا يقولون. ثم قال وهذا الكلام، الإشارة إلى أي شيء؟ وهذا الكلام يعني أنكم لا تأخذون من الدين إلا ما يوافق عقولكم وإن اختلفت العقول. قال قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات الله عز وجل، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئون. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناه والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. يعني هذه حجتهم
كحجة المنافقين الذين يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فهم يقولون نريد أن نوفق بين الأدلة الحسية والنقلية والعقلية. وقد استقر في أذهانهم أن الأدلة العقلية لا تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وهو وهم وخطأ وقعوا فيه بسبب الشبه والعياذ بالله. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، يعني دلائل عقلية، إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية واضحة الدلالة على أن كل شيء يحصل الخلاف فيه فلا بد أن يحكم الله عز وجل فيه، ولم يستثنى من ذلك شيء. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. هذه وظيفة الكتاب. الكتاب مهمته أن يحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. ولازم هذه المقالة، إيش المقالة؟ لازم المقالة التي تقول لا يعرف، لا يمكن معرفة ما يجب لله وينفى عنه إلا عن طريق العقول وليس عن طريق الكتاب والسنة. لازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا ما مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب ولا السنة، لا نصا ولا ظاهرا. هم هكذا يقولون الحق الذي يجب اعتقاده ما دل عليه الكتاب ولا السنة، لأنهم يردونه إلى العقول، لا نصا ولا ظاهرا. وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. يعني كيف يستنتج من لم يكن له كفوا أحد؟ يقول أننا إذا أثبتنا له الصفات، والصفات هذه موجودة عند البشر، فمعنى ذلك جعلنا له كفؤاً. فالحق يرونه إنكار الصفات حتى لا يجعلونهم يكافئون الله عز وجل. وكقوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ يقولون إذا أثبتنا الصفات فإننا جعلنا له من يساميه من أهل الصفات. انظروا إلى الاستنباط الأعوج، كيف استنبطوا من هذا؟ قال: وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس.
لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. يعني إذا كان هذا دليل أراده الله منهم أن لا يثبتوا الصفات فهذا ألغاز هذا وتدليس وليس بيان بين صحيح. ثم قال: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمًا وضلالًا. ثم قال: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فدل على أن من تمسك بكتاب الله عز وجل لن يضل. وهؤلاء يقولون: لو أخذت في كتاب الله ما يتعلق بالعقائد فهذا هو الضلال، لأن عندهم أن ظاهر الكتاب هو الذي يضل الناس. ثم قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، لأن هذه المقالة ما عرفت إلا من المتكلمين بعد ذلك. وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، يعني في أواخر عصر التابعين نبغت مقالة التعطيل كما سيأتي. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصابئين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. وهذا الجعد من أين أخذها؟ قال: أخذها عنه، هذا الجعد أخذها عنه جهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت المقالة للجهمية، نسبت مقالة الجهمية إليه، ولم يقولوا الجعدية لأنه هو الذي أخذها ونشرها، وإلا فهو قد أخذها عن الجعد بن درهم. هذا الجهم بن صفوان أظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر أن سند مقالة التعطيل يرجع إلى اليهود السحرة. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة.
بقايا أهل دين النمرود، والنمرود تعرفونه الذي حاج إبراهيم عليه السلام وقال أنا أحيي وأميت، فهو بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم، فهو اسم جنس لا اسم علم. وكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمعنى ذلك أن الصابئة كان فيهم مسلمون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل ويذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. فيكون الجعد أخذها من الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن الفلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، يعني لا يؤمنون بالغيبيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة والضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية، يعني كتب الروم لما عربت يعني ترجمت في حدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي، يعني تلقف لهذه المقالة رجل يسمى بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان وابن عيينة وابن المبارك
وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم، يعني أتباع المريسي كلام الأئمة كثير في تضليلهم، لأنها مقالة منحرفة أصلها من مقالات اليهود. ثم قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك، وهذا من أئمة الأشاعرة، في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار ابن أحمد الهمداني، وهؤلاء من أئمة المعتزلة، وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله، ولهم كلام حسن في أشياء، يعني يوجد من هؤلاء من يرد بعض التأويل لكنهم تناقضوا في كثير من المسائل. قال: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان ابن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتاباً سماه رد عثمان ابن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله بالتوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان ابن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: والفتوى، يقصد الفتوى الحموية، لأن شيخ الإسلام كتب الفتوى الحموية فتوى أراد أن يختصرها لكن يريد أن يسجل أصول المسائل. قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. ثم بين لنا أين نجد كلام السلف، هل السلف سكتوا عن إثبات الصفات ولا شرحوا وقعدوا وبينوا، أين نجده؟ هو جاب مقالة التعطيل، وأين سندها وإلى من يرجع؟ ومقالة التأويل ثم ذكر ما مذهب السلف، أين هو؟ فقال: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر منها
أو هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن. لمن هذا الكتاب؟ قال للالكائي. كتاب السنن للالكائي روى بالأسانيد إلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قولهم في الأسماء والصفات، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر ابن عبد البر، وفي الأسماء والصفات للبيهقي. وهنا استدراك أن بعض العلماء خاصة مثل البيهقي أن حصل عندهم شيء من اللخبطة فذكروا بعض الكلام الذي لا يوافق عليه، يعني ليس كل ما ذكره من الكتب سليما 100%، لكن أكثرها كذلك. قال ومثل كذا ومثل السنة للطبراني والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكلام ابن العباس ابن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله ابن أحمد والسنة لأبي بكر ابن الأثرم والسنة لحنبل والسنة للمروذي والسنة لأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله ابن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى ابن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. كل هؤلاء الأئمة نقلوا من القرون الثلاثة الإجماع على إثبات الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله، فإنهم ينفون المشابهة والمماثلة كما جاء في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبتون الصفات ويثبتون معانيها ويتوقفون في الكيفية ولا يخوضون في الكيفية، لأن الكيفية من الغيب المجهول. ثم قال عليه رحمة الله وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات، يعني هؤلاء الذين ضلوا من أهل الكلام هم عندهم علم وعندهم جهد في الدعوة للإسلام وعندهم تفاسير ونحو ذلك، لكن انطلت عليهم الشبه والعياذ بالله، انطلت عليهم الشبه فأثرت عليهم في تأليفاتهم. قال وأنا أعلم أن لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها
وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير، يعني سهل إبطال هذه الشبه التي ذكروها، ويكفي فيها أنها مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، والمقصود بالإجماع إجماع القرون الثلاثة المفضلة التي سمعتم الكتب التي ذكروها. وأن مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة من تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هنا ذكر الشيخ معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، علق على في هذه المواضع تعليقات، قال بعد أن ذكر قال ما ذكره تعداد الكتب التي توجد فيها أقوال السلف، يعني ما ذكره هنا تعداد الكتب التي توجد فيها أقوال السلف في الاعتقاد، وسيأتي كثير من النقول عنها، وكذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم رحمه الله في كتاب أسماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، يعني الذين أخذوا مقالة الجهمية وعطلوا الصفات فإن الجيوش الإسلامية تغزوهم بالبيان والحجة، فذكر كثيرا منها. قال وينقل عنها أهل العلم نصوص السلف في العقيدة في باب الإيمان والقدر وغير ذلك، هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهرة الكتاب ونقل العلماء عنه، ولا يشترط فيها أن يثبت الكتاب لمصنفه، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي في النقل عنه، يعني أن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يفتقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الكتب شيئا من البحث في نسبة الكتاب إلى مؤلفه، مثل كتاب الحيدة للكناني، فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه، فهو يقول من شكك في كتاب الحيدة فإنما فيه موافق للكتب الأخرى، ونقل العلماء منه واعتمدوه فلا حرج في ذلك. وذكر أيضا شيء من التعقبات على كتاب الصفات للبيهقي، قال والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب الطبقات لأهل الحديث، فالبيهقي رحمه الله في كتاب الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فإذا أحد رجع يأخذ هذه بحذر ويتأكد هل كلامه يوافق كلام الأئمة أم هو خلط فيه. ثم قال عليه رحمة الله ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه
أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه أو رحمه، لأن الترضي اشتهر أنه للصحابة، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به، أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لأن الرسول أعلم الخلق بما يقول، يعني بما يذكر عن الله وصفاته، وأفصح الخلق، يعني لا يكون في بيانه لبس ولا ألغاز ولا أحاجي، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان، يعني أنصح الخلق للأمة، لا يترك شيء ملتبس لا يبينه لهم ويحذرهم من الخطأ فيه. وأقدر الناس على الدلالة والإرشاد والتعريف. ثم قال: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، يعني إثبات، مع إثبات الصفات على حقيقتها، لكن لا بد أن نعتقد أنه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. احفظوا هذا جيدا. كما أن له ذات حقيقية وأفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، لاستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات خلقه، ولا يمثلون ذاته بذات خلقه. هذه العشر الأسطر مركزة جدا، يحتاج أن يحفظها الواحد، لأنه جمع الحق فيها. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه
أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه وآياته، يعني لا يقعون في ذلك. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. كيف يجمع بين التعطيل والتمثيل؟ قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، يعني انقدح في أذهانهم أولا التمثيل، لما تقول وجه الله وتقول غضب الله ونحو ذلك انقدح في أذهانهم أنها مثل صفات المخلوقين، وهذا لا شك باطل، فنفوا الصفة. فأولا وقعوا في التمثيل ثم فروا منه إلى التعطيل، ولم يهتدوا إلى الحق الذي هو وسط بين التعطيل والتمثيل. قال: فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه يفهم من كون الله على العرش. قال: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان. هذا النقطة نعيدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى للإيضاح.